أولا إلهي بقى محضلة اسكو كان كاني بيشن محمد داود شركن بلارن أي هالكن كو قفصتي هوتيل كان أولا إلهي بقى محضلة ما هذا إلهي كدب شركة هذه آد بو سلامية مركوري أنت الشركة أنت الشركة فردة الشركة أنت فردة وحنكو سلامة يا سلام تا إسلام كمر لبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن نحربوا لي هذا الكو بيش محمد داود أي الشركة غبصتي عاوة الشركة ترايد وحانا يوسو غبصتي سقالي طبعاً كي بيش وربحين كسو يردي قد الليلي وقد دقر حاجس أبا هو قد عيثة قاله والله قد يقول قدومي نين بيشان كترسن والله إلها سلطان هذا الحسن ماركي قدبا دي قدو وحليس كوي دي بيشو ويوعن تبي ويدي إني وانا كلاقا ما مارمان بين نغطي أرين تا إني كهدا شو ضروري بين نغطي سيدا وجد بيش محمد داود وبيل بلارن وبيل دكتة قبل الله سومالن قايبا كم يضاف ربضن قبل كتوك دير تاد مريد مريد تشيح سلاح لي تقمي سلاح لي وحانو شاقينا انو ايو عدينينا مدامي بيل بلارن تهي بيش محمد داود وحاني كوة السعونين او عن سلطان كودا يمد احلقمت كودا يا عقل كودا انا كودا سعنين او انا تلكو غارين وكا حرام اني غارين قلي اما لي شخصي ان انه كان اسك قاط وحنا عديننا بيش محمد داو هذا الكلام انت لو اد كسو ياري اي ليدي غدوميها غرحجس با لغا دغاي سلطان هذا حسن هورتي ماركه هوره كوما متلو وح محمد داود ليرا شخصي بوكيا شخصي سكي سغو اسكو مامولاي اسغو هوشي سغار كا او قبصداي وح محمد داوود او هوشا حبي راته اي اسكو اركن امبا اي كا ودا سكرانه حبي راته ما جرتو وحانو عدين ان بيشا محمد داوود ميل كاستي جوكتو دمديو غدو وحانو عدين ان بيشا بلوينتا غرحج ايه اه تيرحاتك سوملن وحن لين لهاي باشو ندام بي الله هاي محمد داود تالي الله هاي ترسوك سوملن وكلا سيده وقران ياهي بوك وقران وقران راعد عباجرته سيدا اوغي ماركي هذا الكاسو صوي يا ري ويوعن تمي ويدي باشا محمد داود لكن ما أرمان باري نغطي مرة بدك علية إنا يباشو ويفتيمسو أيو عديسو تلكي ده بلارم هذا يباشا تاي عيدة قالي هذا يبلو انت كرحتيس تاي كما متلو سلطان هذا الحسن أريكا الله مقا عابي أي باشو أرك تولي بينا الدبادة اللي قل ريح أيو كما متلو تاسو واقضب ساسنو عديننا غضب كلامات كنت دي قرحتس ايه ترتي ايه بيل شبع قرحتس ولو قول بعليي ايه دي اللي مرة بعد لما قعابة ايه مرسة دحابة ايه مقدس وترت الهينا واحد نكبر لنا انو لقبته كنا قرب قلو حلك ايو هيان بيش بلارن ايه قرحتس ميلك سيجوك واحد كلام عدين اينا إن أنا ترين بيش عيدة قاله أنا قوينا كيغا سلطانك وريرك سيقارة ما نوحي سابتا من طولنا خياركو مدى البولي يوسكو قطبه وقطن شيرويني سنوانو سودو ياه وانا يحي سابتا من طولنا عدي ريرك الدنبكي كاقر سيان بابا كو حد قدبتين سيوفو شربا لوغا حي سابتا من طولنا وحن كقبح هيا
aan ku soo gabagabeynaya anigu beesha xukuumadda waxaan maqlayay shir shareed oo shalay uu qaban uu lahaa beeshu way ka baxday way ka sii socotaa xukuumadda Soomaaliland kamay bixin kamana sii socoto waa tirdaxaadka beesha maxamed beesha la yiraahdo garxajis tirdaxaadka Soomaaliland weeyaan suldaanku hadalku oranayana inuu hubsado ayaa fiican waxaan leenahay beesha garxajis cid kasta oo maamulka dowladda ugu jirta fariin baan u dirayna wax maxaa wax beesha garxajis meel kaga dhacaya inaanay soo dhaweynin inay meel ka dhaca beesha garxajis wixii meel kaga dhacaya cidda xilka u hayaan waa beesha garxajis cidday u igman yihiin waa beesha garxajis cidday madaxda u yihiinna waa beesha garxajis wax kasta oo meel kaga dhacaya amba burburin ku keenaya amba hadal xun ku keenaya inay bartooda ku qabtaan cidda madaxda u ah ee beesha garxajis kaga jirta madaxda dowladda amba wasiiraato amba agaasimaato ama mid ka hooseeya ha noqoto waxaan u caddaynaynaa inay beesha garxajis wixii meel ka dhac ku ah ee aan qabanin ee aanay geyn inay halkooda ku qabtaan uu xilka saaray waayo waa niman beesha ka tirsan oo xilka u haya cidday wax ku yihiinna waa beesha waxaan leeyahay hawshaas maxamed daawud bayaan cad buu iska taagay guddideedii hore ee beesha garxajis baa shaqaynaysa ma metelo nin meel looga yeedhay beelaha kale garxajisna waxaanu fariin u diraynaa beel walba ninka looga yeedhay inaanu sidaa aanu annagu u qabsanayna Sultaan Aadan Xasan oo Sultaankii reerka inuu reer waliba u qabsado ninkiisa looga yeedhay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaw asbuulkii suu fiican saaxiib wad ka heshay samaha ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu